بتعمل كده ليه في اختك يا ابني؟ يا ابني احترم ذاتك. حد جالك من ساعه ما عملت لك اعلان في الفلوج؟ الحمد لله رضا من امر ربنا. الحمد لله صح. الحمد لله يا ابني بركه رضا. طب تيجي تفطر معايا؟ الله يكرمك. تعالى بس سلام. افطر ايه بس؟ وزني زاد جدا ضيق جدا. انا بطلت سكر 40 يوم بس وقعت برضه. الوزن 91 كيلو 800 جرام ونسبة الدهون 24%، يعني في 22 كيلو دهون، ووزني من غير دهون 69 كيلو. يا نهار ابيض. فالموضوع موضوع نفسيا مؤلم جدا والله، لان انا خلاص كنت ابتديت اكريت هابت بديلة للسكر، ولما رجعت للسكر تعبت جدا بقى لما السكر نسبته عالت في جسمي تاني، وكنت باكل الحاجات اللي انا مش عارف، انا كنت حاسس ان انا معاقب نفسي، بس هي اصلا بتضرني. ابتديت اكلها علشان ارجع القصة دي تاني، وانا مش عايز اكلها اصلا. فانا بحاول النهاردة اعرف ازاي اصلا الهابت دي حصلت. يعني انا بتضايق قوي من الحركه دي. مش عارف ايه ده. مش عارف. بيرش ميه قدام المحل الاول، بيرش ميه في الشارع. بكام لغايه المرتين يا اسطى؟ 2 جنيه. غليت؟ متاكد ان هي ب 2 جنيه؟ بس انا بركبها بجنيه ونص. والله لسه طالع يا بابا. منفعش الفلوج المرة دي، ما فادنيش. معروفة تقول للناس كده في الكاميرا قول لهم باتنين جنيه يا بابا. معروفة باتنين جنيه زي ما الناس بتقول. خلاص يا جماعة، هي معروفة، هي معروفة يا جماعة. خلاص انا هقول لهم. لو ما فهمتش ايه اللي حصل في الميكروباص من شوية، في لينك هيطلع فوق، يبقى بص على الفلوج ده. يعني بس هو برضه يعني وانا نازل قال لي خد النص جنيه لو انت عايزه، بس انا قلت له لا خلاص، يعني طالما هي بعد الساعة مش عارف كام ب 2 جنيه وقبل كده بجنيه ونص، وده طبعا مش حقيقي ومش صحيح، فعادي يعني احنا عايشين بمزاجهم. طبعا الحديث معانا اهو، انت شغال الحديث. قول لي بس، بقول لك ايه، اركب حصري منين؟ من قدام على الشمال. ماشي. اقول لك انا عايزك حبيبي. الفكرة مش في نص جنيه ولا في الجنيه اللي هو بيتكلم فيه، الفكرة انا ما بحبش حد يستغلني. يعني هي بجنيه ونص يقول لي، لكن يعني النصاص والجنيهات دي ما بتفرقش خالص مع السواقين والناس اللي بتبيع خضار والكلام ده خالص. الفكرة ان يبقى في سعر انا عارفه، مش كل واحد يمشيني على مزاجه. هيك شفت يعني السواق عامل ازاي. فكرة الشعلقة مستني عمرو، نروح نجيب قايا ان شاء الله. قايا وحشتك؟ مش متخيل، انا نفسي في اكتر حاجه في الدنيا، فاهم، نفسي اخدها امشي بيها ربع ساعه بس في الشارع مع نفسك. ما بقاش انا موجود. لا لا سيبك من مع نفسنا، بس وحشتني قوي يا ابني. بتحب عربيتك كده ليه يا ابني؟ طب لو انت معاك 100,000 جنيه اكيد هتبيعها. وش اظبطها مش هبيعها يا ابني. يا جماعه الاخلاص يا ابني، مفيش حاجه دلوقتي يا ابني. 100,000 جنيه تجيب لي ايه؟ ولا يعني. يا عم انت بتحبط الناس ليه؟ يا عم ما تحبطنيش يا عم. بس بقى احنا عايزين نقعد نشتغل لغايه اما تيجي ايه؟ اللحظه دي اللي احنا بنستناها. يلا يا عمرو، بكره عندنا ميتنج في ماليزيا، خلي بالك الطياره الساعه 9، وخلي بالك عشان موضوع تايلاند ده انا قلقان منه جدا، وهسيب لك انت بقى موضوع سنغافوره بقى و... فاهم؟ لا واوروبا بقى يا عم، ايطاليا بقى. ما هو احنا من دلوقتي بالاول بنتحكم في اسيا. يعني ماشي. خليك ذكي. اتحكم في اسيا. بعدين بقى الناس اللي مكلمانا في اوروبا دي لسه بتهيألي ما بعتوش التيكتس صح؟ نديهم مواعيد نديهم مواعيد ونروح. يعني انا بحب جدا ان احنا نبقى بانكتشوال، يعني نبقى مظبوطين جدا في مواعيدنا. ماشي.
ماشي يا باشا. ده الفلوج رقم 130. 1030. عمرو صديق يترقب. خدتك تعملوا ايه في العربيه؟ انت ازاي تسمح ان قاي يحصل فيها كده؟ السلام عليكم. عايز اقول لك ان في مسجد كده تخشه والله العظيم ده من المساجد اللي بتعمل كده، تحس كده بحاجه غريبه، ريحه المكان وضوء الشمس البسيط جدا والمكان كده في سكينه، فاهم؟ عارف ده اكاد متاكد جدا ان هو بسبب تغيير الروتين، ان انت مش بتصلي في المسجد بتاعك على طول. فاكر الفلوج اللي اتكلمت فيه عن ترك العوائد والعلائق والعوائق؟ فلازم وش لازم ده يحصل يا ابني. المسجد ريحه الامام يعني في حاجه كده والله العظيم مش عارف اوصفها. بقول لك انت ايه رايك في حوار سمع الله و... ده 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 هينفع يعني؟ لا بجد والله. لا طبعا ما ينفعش. صح مش صح؟ هو بيقول ايه سمع الله و... ما معرفش يعني. هو قال ايه مش فاكر. عارف يا ابني ازاي واحد ممكن يكون عنده 100 سنه زي الراجل ده يا عم وطول حياته مش عارف الصح؟ بتكتشف ان انت مع كل اللي حواليك كده، في يعني عارف محو الأمية والجهل التام، في كرة كده كاملة، كل واحد والبيئة اللي اتولد فيها. اه احنا بنسعى ان احنا بنحاول نطور، بس حتى سعينا في التطور احيانا بيبقى على اخر اللي حوالينا وصلوا له. صح. شكرا انك طلعت في الفلوج بتاعي. شكرا جدا يا استاذ عمرو. انا كنت عارف ان انت بتقول الفلوج غريب بس يعني. لسه ما خلصناش قايا اهو. هشام جاي لي. ايه يا ابني انت فين؟ بعت لك اللوكيشن. لسه ما خلصناش قايا وانت بتتضايق من الميكانيكيه اللي هم بيعملوا ايه؟ اللي هم بيظبطوش مواعيدهم. يعني انت قول لي تعالى لي بعد 4 سنين هجيلك بعد 4 سنين بس اخدها، بس ما تقوليش تعالى لي بعد ساعه ولازم بعد ساعه لي جنبه عشان يخلصك شغل رخيص. يعني بصراحه الموضوع ده مش في الميكانيكيه بس، ده عند كل المصريين. تعالى لي بعد ساعه، تروح له بعد ساعه تلاقي لسه ما بداش الشغل، تقعد 4 ساعات واقف جنبه. انت خلصت الشغل اللي وراك؟ تعالى لي بعد ساعه. شاور بايديك يا ابني عشان تطلع في الفلوج يا ابني. ارفع ايدك. ايوه هو ده يا جماعه هشام ده. الو جايز. مش عايزين بس النهارده احنا دلوقتي بنفكر نلانش بورتال سبيس في الهرم بناء على شويه تحاليل. مفيش والمكان محتاج، السوق هناك محتاج جدا. ايه بقى اللي احنا موقفين او احنا بنحاول نشوف عليه؟ احنا قلنا نبدا الاول بالمستثمر، حد يجي يشيل الليله كلها عشان تبدا تبقى انت اتقل واحد موجود بكل الامكانيات اللي تخليك تخش الكومبيتيشن مع كل اللي موجودين فتبقى كعبك على عليه. عايز انفستور بالظبط. بس بقى المشكله في ان انت ازاي تجيب مستثمر دلوقتي يدفع فلوس في الفتره اللي الاقتصاد بتاع مصر فيها. محتاجين نعرف حاجه مهمه جدا، احنا بنعمل، احنا شغالين ليه؟ وده السؤال ده بقى اللي هو موضوعنا. ده السؤال الاهم اصلا. احنا شغالين ليه ولغايه دلوقتي؟ على فكره السؤال ده خطير جدا، لان انت لما تساله لنفسك مثلا انا دلوقتي عندي كام سنه؟ 24 سنه. فما بساله لنفسي إيه، انت شغال ليه؟ انت شغال ليه يا عم؟ فما تلاقي الاجابه ان انت ايه ده، انا الباشون بتاعي مش هنا، مش حتتي. يا نهار ابيض، يبقى انا لسه بعد 24 سنه هغير. فالسؤال ده مهم جدا، انت بتشتغل ليه؟ طيب اتفقنا ان انا عايز ابقى وان اوف ذا بيست كريتيف دايركتور، وعمرو عايز يبقى واحد من الناس الجامده قوي اللي هي برودكت بروديوسر. طيب تمام اتفقنا. ليه؟ عشان انسباير بيبول ان هم يبقى عندهم ايدياز ويتفرجوا على ماركت محترم. ليه؟ شايف؟ انت محتاج كل ده. يعني هي مش فكره ان هو يلا يا جماعه احنا نسيب الشغل ونعمل ستارت اب. حلو يلا نعمل ستارت اب وبعد بكره نقفل. مع اني جه وقت عليا في الشغل اللي قبل كده كنت شغاله سيلز قررت ان انا اسيب الشغل ده. ما كنتش عارف انا رايح فين بالظبط، بس كنت عارف انا هذاكر ايه. ما
معايا، بس الفكره ان انت كنت عارف هتعمل ايه بعد كده بالظبط. يعني انت مش لكن انت مش ايكويت وتستسلم، لا مش هكمل. طيب وبعدين فين؟ رقم واحد ان انت تلاقي شريك، دي اصعب حاجه. صعب. ان انت تلاقي واحد متوافق معاك فكريا ومش هتتعب ومرن وعارف ان انت فيك عيوب كهشام، فهو لازم يبقى فيه فلكسبيليتي كده ما بينكم، وانت عارف ان في حاجات بالظبط، هو عارف ان انت عندك عيوب، فانتوا لازم تديفلوب. عارف انت عشان اي حد مفيش ستارت اب بينجح باصحاب في شله واحده، يعني مفيش شله بتعمل ستارت اب بيفشل دايما، تلاقيهم يا اما بيخسروا بعض يا اما الموضوع بيبوظ. ايوه جدا والله. المقصود بقى من صاحبك مش عارف تقول له، بتبقى مش عارف تقول له يا ابني انت محتاج تعالج كذا بالظبط. انت محتاج تقول له انت عندك مشكله كبيره ان انت ما بتعرفوش تفصلوا الصحوبيه عن البيزنس. ماشيين بحريه، بس لو ركزنا شويه كده هنلاقي ان احنا مسجونين جوه الهابتس اللي هي يعني هابتس عشان الناس اللي مش فاهمه، اللي هي العادات اللي احنا بنعملها، وان المخ دايما فاكر ان مش يمين شويه. العادات اللي احنا بنعملها واللي بنفتكر ان احنا كده بنعمل كل حاجه كل في اليوم بمزاجنا، بس لو ركزنا هنلاقي ان في حاجات، وان العادات اصلا بنسبه 40 او 50% شكرا مسيطره على اليوم بتاعنا. هو ليه احنا صعب نتغير؟ عشان احنا كسلانين. لان حقيقي والله فعلا عشان احنا كسلانين نغير العادات السيئه اللي احنا مش عايزينها. طب احنا نعمل ايه بقى عشان نخلي الموضوع ده يروح او تغير هابت معينه؟ تشوف يعني التريجر او اللي هو ايه الزنات. الزنات. شوف يعني الزنات ده دلوقتي انت قاعد مكتئب، بدل ما تقوم تشرب سيجاره خلي مخك يتعود ان انت تقوم تشرب كوبايه قهوه بدل ما. ناس كتير قوي قالت ان الكافيين يقدر يعوض نسبه النيكوتين. فانت بص خلينا نتفق في حاجه، الهابت عندنا متكونه من ايه؟ بتتكون من ثلاث حاجات، الكيو اللي هي الاشاره اللي بتجيلك يا عمرو انت مخنوق، فتقوم عامل الروتين اللي هو بتروح تفتح علبه السجاير، وتقوم عامل الايه الريورد ان انت تشرب السيجاره، وده بتبقى الجايزه بتاعت ايه الخنق. تمام مثال ماشي جميل. طيب انا ازاي اغير اصلا اما تجيلي الكيو بتاعت ان انا مخنوق دي؟ ليه زي ما انت قلت ما اشربش قهوه؟ تعال نتكلم عن التجربه اللي عملوها على الفيران. انا مش عارف ايه علاقتي معاك بالفيران، بس يلا يعني الفيران بتعلمنا. يا ابني بنطعز من الفيران. بنطعز من الفيران جدا. الفيران عملوا ايه؟ جابوا فار حطوه في متاهه، المتاهه دي اليمين بتاعها فاضي والشمال بتاعها فيه شوكولاته. الايه الايه اليمين بقى الفيران دي حطوها في المتاهه. تمام، بعد ما حطوا الفيران في المتاهه ابتدوا يعمل لهم كيو اشاره ان بيعملوا لهم صوت معين، تقوم البوابه مفتوحه، يقوم الفار يبتدي يجري في المتاهه كلها. تمام، بعد ما الفار جري في المتاهه كلها لقى الشوكولاته فابتدى ياكلها. الكلام ده لمده اسبوع، لاحظوا ان نشاط دماغ الفيران كويس جدا، ان هو بيتحرك في المتاهه كلها. طيب بعد اسبوعين بقى الفار عنده هابت ان هو اول ما بيسمع الكيو الاشاره بيقوم عامل الروتين جاري في المتاهه وداخل اليمين، يقوم واخد ايه الريورد اللي هي الشوكولاته. فابتدي نشاط الدماغ بتاعه بيتحرك في حتتين، وهو بيسمع الاشاره وهو بياكل الشوكولاته. فكده انت عندك نشاط دماغك واقف خالص في اتجاه الحاجه اللي انت بتعملها، هو ده الروتين، انت مموت نشاط دماغك. فانا دلوقتي محتاج اصحصح نشاط دماغي ان هو يبتدي يقرا، لان هو محتاج ده جدا. وان انا بعمل هابتس كتير سببت ان انا وزني دلوقتي زاد، اللي هو خلاص ابتدى يتكلت هابتس جديده في حياتي ان انا باكل وبروح الشغل من غير رياضه وبسهر في الشغل لغايه بالليل علشان يعني قال ايه انا كده بظبط وبجتهد. طب ما انا ممكن اجتهد من الصبح ويبقى قبل الشغل كمان بعد صلاه الفجر يبقى فيه ساعه جيم او ساعه تمرين في البيت. فانا محتاجه كاريت الهابت دي جدا، ودي مشكله عندنا مش بحبط حد، بس احنا محتاجين كلنا ايه نواجه نفسنا. واصعب حاجه واصعب سؤال بتساله لنفسك انت بتعمل كده ليه؟ طب ادي بقى ايه ادي الحل في سطرين للي مركزش في كل الكلام اللي فات ده يطلع بيه. سطرين الحل في سطرين، ان انت تكتشف اول حاجه الهابتس بتاعتك اللي مش عاجباك، وتخلي في الارم كده بيقول لك عبد الله خلي بالك من نفسك
عمرو فوق الالارم ده محتاج عشان اصلا يحصل لك تبقى انت دايما بتتكلم مع نفسك وعارف ايه الهابتس اللي معطلاك، لان انت لو تايه اصلا مش هتعرف ايه الهابتس اللي معطلاك، لان انت لو غيرنا قلنا قبل كده في فلوج قبل كده لو غيرت المايند بتاعك هتغير حياتك بشكل كبير، والمايند بتاعك بيحب الهابتس فخريت له هابتس مفيده ليه. نايس. خفت يا عم خلاص. كويا خفت خلاص يا عم، الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. لا لا مش حلوه، لازم تغطي الشاشه كلها كده كده. دي دبليو يا جدعان، دبليو ايه سي يعني.